قال وزير البترول المهندس طارق الملا في تصريحات خاصة لأونلايف إنه تم تشغيل تجريبي للشعلتين بمحطة المعالجة البرية الخاصة بحقل الغاز ظهرة، مضيفا خلال مشاركته بالتشغيل التجريبي لمستودعات شركة مصر للبترول لتخزين وتداول المنتجات البترولية، أضاف أن بدء إنتاج الغاز من المرحلة الأولى بالحقل قبل نهاية العام الجاري. حقل ظهر احنا شغالين في تجارب ما قبل التشغيل، لانه احنا ان شاء الله التشغيل التجريبي في خلال الايام الجايه دي ان شاء الله، بحيث انه قبل نهايه العام يبدا يدخل باكوره الانتاج بتاع المرحله الاولى في حدود 350 مليون قدم في اليوم، وتزيد وحتى منتصف العام لكي تصل اكثر من مليار قدم مكعب في اليوم. ولما نقول مليار قدم يعني في حدود 20% من انتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي، وان شاء الله احنا يعني ملتزمين بالخطط وبرامج الزمنية التي تم وضعها من البداية، بحيث ان احنا ان شاء الله يعني هنلتزم بهذا الانتاج ويجي في التواريخ اللي ذكرتها لحضرتك، ثم بعد ذلك اعتبارا من يونيو 2018 اللي هو منتصف العام نبدأ في مراحل المرحلة الثانية من مشروع حقل ظهر، بحيث ان هو يصل او يستكمل باقي كمية اللي هي 2.7 مليون قدم مكعب، مليار قدم مكعب في اليوم، اللي هو أكثر من نصف إنتاج مصر بحلول منتصف عام 2019 إن شاء الله.